يعني المعدل ديال التساقطات لحد الان 224 ملم اي باقي بواحد النقص ديال 27% بالنسبه لواحد السنه عاديه اللي هي المعدل ديال 30 سنه الاخيره ولكن بارتفاع 9% بالنسبه للسنه الماضيه منذ ابريل ولينا يعني احسن من السنه الفتره الماضيه. والاجمالي ديال المخزون ديال السدود وصل ل 31% مقارنه مع 32% ديال السنه الماضيه اي 4.3 مليار مكعب كنهضر على السدود اللي كتستعمل في المجال الفلاحي وهذا الشيء آه انعكس هذا الوضع يعني على الحصه المائيه ديال السقي بدوائر السقي الكبير واللي صبحات يعني هاد الحصة ديال المياه ما كتجاوز وثمانين مليار ديال مليون ديال المتر مكعب في هذا الموسم كله وتقريبا استعملنا 300 مليون منها منذ البداية ديال ديال السنة فالدوائر السقي الكبير المساحة اللي هي يمكن لها تسقى ولا فيها يعني المياه الإمكانية ديال السقي ما كتعداش ألف هكتار من أصل تقريبا ديال 800 ألف هكتار أي واحد الانخفاض ديال 44%